طبعا عندنا في اختي ساهمت بجذب الثياب، هن الثياب هوني مرمنا صرنا سنتين بنروح عليهم، بقى هوني الثياب اسر كامله صباح واصبع مني، بقى هيدا اللي عطل سبع بساطين تغيروا من حفله، مظبوط يا كلونا؟ سبع بساطين، كلونا قصيصة جاي بتدعمك انت للصبوحة، ونحن بنوعدها حطت على الفيسبوك وحطت كل شيء ومبسوطة كثير بهالعمل الرائع الرائع يلي قدرنا خلتنا وقدرنا حكينا عن شحرورة. بنشرب من زيت المي مع شكر خاص لنا ولنا وعدتنا انه كل شيء في عمل لا شحرورة هي راح تكون موجودة وراح تقدموا مثل ما قدمت هالمهرجان. ما راح فينا نطول كلكم بتعرفوها زقفة من القلب زقفة كبيرة من القلب. يسعد لي مساك يسعد لي مساك. أنا إلي الشرف إلي الشرف كبير كون معكم مع ضيعة ضيعتين بتدوم وبيسوي شرف كبير لإلي وأنا هلا بين أهلي صحيح الغربة نسيتها خليتوني أنا رجعت عشت من جديد عشت من جديد أنا لما جيت أنا لهون على لبنان وخاصة بالمسرحية موسم العز وبشكر شكر كبير كبير كثير كثير الأستاذ الياس الحويي أستاذ ألفريد أبو عطون اللي جمعنا فيكم وتعرفنا عليكم وعملنا مسرحية موسم العز للعمالقة والأسطورة هي الأرز هي بعلبك الأسطورة الصبوحة اللي جسديا ماتت بس هي ما ماتت هي روحها معنا وبتضلها معنا أنا كمان شكر من القلب من قلبي من جوا بشكر وجود كلودا عقل بس أختار الصبوحة أي شرف كون وجودك معنا اليوم تسلم يا حبيبي Thank you.